صدقوني في هذه الفقرات أجد ما كان قبل تقرير ما قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق يتكرر اليوم عينه وبذات الأسلوب، ما يعني أن الجريمة أسوأ وأن الإمعان أحقر، لأنه قد نبه من لا يعلم من المسؤولين عن تصرفات منتسبيهم ولا زالوا يغضون الطرف عن منتسبيهم. هذا التقرير لم يصدر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان، نبيل رجب والله سيد يوسف والله زينب الخواجة والله، ولم يصدر عن الوفاق ولا عن البحرينية لحقوق الإنسان ولا حتى عن هيومن رايتس ووتش اللي ما لهم علاقة بالبحرين ولا الأمنستي ولا غيرهم. صدر عن لجنة حدد أعضاءها الملك ذاته واستلم نتائجها الملك ذاته وشكل لجنة متابعة التوصيات الملك ذاته، وبعد ذلك جاءوا بجهاز لمتابعة تنفيذ التوصيات، وكانت نبوءات أبنائنا وإخواننا أن لجنة تلد لجنة ثم تلد لجنة ثم تلد لجنة، وبعد ذلك تركب في لنجة وتخرج في بحر لن نجده، لن نجد نتائجه. تلعبون مع من؟ في جنيف 15 دولة وصلت البحرين نفذوا التوصيات، حاسبوا المجرمين حتى لا تعود الجرائم. انت تقول لي تبغى تحافظ على الأمن؟ غبي، تحافظ على الأمن بسلب الأمن؟